بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. حبايب قلبي، ايه رأيكم في السحور الجميل الحلو ده؟ هنقول لكم يلا تعالوا كله معانا، وتعالوا نخش على مطبخ خبير وماما على اليوتيوب ومطبخ خبير وماما على الفيس، ونشوف احلى سحور اتعمل ازاي. يلا بينا. مساء النور، مساء الهنا، مساء السعادة والسكر الزيادة على كل حبايبنا. بصوا بقى يا قلبي، هعمل لكم هنا كده وصفة حلوة وجميلة جدا. هنعمل طبقين فول احلى من بعض، طبق فول بالثومة والطماطم، وطبق فول تاني بالتقلية، ماشي، بالخضرة يعني بالبصل والخضرة. هنا حتة ليا صغيرة قوي اتحطت، وعليها معلقة سمنة، ماشي. هنيجي كده في قلبي معلقة ثومة كده كبيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. واللي هنا ده هيبقى بالخضرة برضه، حطينا حتة سمنة على شوية زيت، وأدي البصلة بتاعتي، البصلة تتشوح كده معانا هنا اهو، نحمر بقى دي كده وأوريكم الجمال والحلاوة بتاعتها. بجد يا جماعة، طبقين فول بجد تحفة، يعني حتى أبو تقلية دوت، أبو بصل دوت، والخضره انتوا ما تعرفوش انتوا بتاكلوا ايه بالظبط، او ما تعرفيش انت بتاكلي ايه، هل ده فول، هل دوت عجه، ده ايه بالظبط ما تعرفيش. اهو واحده واحده كده مع بعض. بصوا ده يحمر، احنا هنا التومه زي ما انتوا شايفين اهي تحمر معانا، بصوا ما نخليهاش تتحرق، هي بس ايه كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. ده شوية خل، بالظبط ربع كوباية خل. وهنجيب هنا طماطم، هنحط ايه بقى هنا، هنحط شوية فلفل اسمر، هنحط شوية فلفل اسمر على شوية من 7 بهارات، على واحدة مرقة، على شوية كمون، بس مفيش اكتر من كده. هسيبها بقى دي تتسبك مع بعض، وعقبال ما اضرب الفول بالهاند بلندر، لازم الفول يكون ناعم، يكون الفول ناعم، ماشي. وهنا اهي دي تتشوح كده، هوريها لكم واحده واحده وخطوه خطوه مع بعض. يبقى هنا انا هحط واحده مرقه وشويه من البهارات وشويه فلفل، الملح بقى ده هتخلوه للاخر، ماشي. خليكم معايا كده وهتدعولي على طبقين الفول العظمه دول. بصوا بقى يا حبايب قلبي، بصوا لون البصله بقت عامله ازاي اهي. حطينا حته ليه قدحت، ورحنا حطينا شويه زيت صغيره، وحطينا بصلتين حلوين اهو، ماشي. ده اول يوم سحور بقى، هنعمل فول بالتقليه وفول بالقوطه، ولسه البطاطس المحمره والبيض والجبنه والطعميه، وعملت الزبادي، يعني ان شاء الله كده حاجات حلوه كده جميله. بصوا اهو، ناخد بقى كده حتة تومة اهي، بصوا تطلع ريحتها، نحط التقلية تاخد يعني ايه، تلف لفة كده واقفل عليها لحد ما اضرب الفول، بس انا بوريكم خطوة خطوة كده مع بعض. بصوا بقى يا حبايب قلبي، بصوا اللون كده حلو. انا بجيب الخضرة واغسلها وانشفها كويس، واحطها في اكياس كده في الفريزر، وقت ما عاوز هعمل اهو، ناخد كده المقدار اللي انا عايزاه، وهرجع الباقي في الفريزر على طول اهو. لفه بقى كده، والتانيه ناخد شويه تاني اهو، عشان اسمه فول بالتقليه والخضره، ده اسمه فول بالتقليه والخضره، بس صدقوني لو جربتوه والله ما هتبطلوا تعملوه، حلو قوي وطعمه خطير جدا. بصوا بقى كده هقفل عليه لحد ما اضرب الفول، وايه وهجيبه اوريه لكم علشان ما تسودش مني قوي، هي بس كده في المنظر وجماله كده. انا قفلت عليها لحد ما اضرب الفول، وادي هنا الطماطم بتتسبك، ماشي. يبقى هنحط هنا وهنا مرقه ومرقه، واحده مرقه واحده مرقه، حبه من 7 بهارات، وشويه فلفل اسمر، ماشي. هنا بس الزياده هيبقى كمون، هنا مفيش كمون،
خلاص نضرب الفول وارجع لكم. حبايب قلبي بصوا لون الفول، بصوا الفول وجماله، بصوا حلو ازاي، احنا عاملينه مع بعض ومخزنينه مع بعض ودمسناه مع بعض. ماشي، هنحط هنا كده بقى على قد ايه التقلية، ممكن الباقي نشيله في التلاجة، نشيله في الفريزر في كيس اهو. انا عايزة على القد بالظبط، مش عايزة يكون ايه كتير، يعني عايزة التقلية تبان فيه اهو. ناخد معلقة تانية كده بس عشان التقلية تبقى باينة فيه، ياخد بقى ايه غلوة كده يشرب من التقلية هو البصل والثوم، ونقفل بقى عليه. ماشي اهو، والباقي احطه في علبة في قلب التلاجة، هنعوز بقى نسحر وناكل منه، اطلع الاكل ونسحر. ماشي اهو، وهنا بقى ده ابو الطماطم اهو، اهي اتسبكت كده مع بعض اهي. بصوا بصوا بقى يا حبايب قلبي، بصوا الفول وجماله تحفه وطعمه حلو قوي قوي قوي، جميل جدا. وبصوا هنا بقى الفول ده كمان، تحسوا ان انتوا بتاكلوا عجه ما بتاكلوش فول، هتعملوه زي ما انا قلت لكم كده، جميل جدا. نحضر بقى السحور. ماشي كده، انا عملت الفول بالقوطه والفول بالخضره والبصل، وهنعمل بقى البطاطس ونعمل الطعميه ونشوف السفرة بتاعتنا، هنعمل مع بعض كل حاجة حلوة. حبايب قلبي مساء الخير مساء السعادة. طبعا احنا عملنا الفول بقى مع بعض ونزلناه. ماشي، هنعمل دلوقتي بقى ايه، هنحمر اهوت البطاطس وايه، وحمر الطعمية وراها على طول. ماشي، حمر بطاطس الصوابع دي وحمر شوية شيبسي، وبعديها على طول هقلي الطعمية. ماشي، وتعالوا شوفوا بقى هنعمل ايه تاني. بصوا بقى قلبي، هنا في جبنه اهيت، ودي الجبنه اللي انا عاملاها في البيت، وهنا الجبنه قطع عليها طماطم، وادي الطعميه اللي احنا مطلعينها، وادي البيض. هحضر بقى ايه سفره حلوه جميله وهوريها لكم. ماشي حبايب قلبي، ايه رايكم؟ بصوا خلصنا، ادي البيض وادي الجبنه اللي هي الكيري اللي احنا عاملينها في البيت، وادي الجبنه بالطماطم والطعميه والبطاطس والفول والقوطه المقطعه. ايه رايكم؟ والزبادي والحاجات الحلوة دي، ايه رأيكم؟ يا رب كده نشوفكم في الهنا وفي السعادة وفي كل جديد، ونشوفكم في كل خير، وكل سنة وانتوا طيبين. تحياتي ومطبخ خبير وماما على اليوتيوب، ومطبخ خبير وماما على الفيس، واشوفكم في كل هنا وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.